احبائي اهلا وسهلا فيكم من جديد للفقره المفصله اليوم مع الشيف شادي، وانا كثير مبسوط انه عندنا اليوم كل الوقت يعني بنحكي وبنكثر حكي اكثر من اللازم كمان. طيب بلش نهارنا اليوم بطريقه جميله جدا، عملنا البانا كوتا او الكريم كويت. اوكي كريم كويت يا شادي وين اني؟ يلا نشوفه شوي صغيره بعدين بنقول كمان شو عملنا. الكريم كويت هون شيل هيك يا شادي، عملناهم بقلب الكاسات حطهم هون هيك. هلا كمان المشاهدين بيكونوا ما عرفوا كيف عملناهم بس رح نفرجيهم بعد شوي. هيدي الكريم كويت. كمان شو عملنا؟ عملنا المربعات الشوكولا بالزبيب. وين اني؟ بالبراد. بعد شوي صغير رح نشيلهم من البراد ورح نجي نقطعهم قدامكم، بس كمان بدنا نفرجيكم الوصفه كيف تنعمل من اول وجديد. وكمان شو عملنا؟ عملنا الكب كيكس، كب كيكس او الريد كب كيكس اللي عملناهم بدنا كمان طلعوا كمان قدامكم مبين هيك محمرين شوي صغير زياده عن اللزوم، رح اشرح عنهم كمان بعد شوي ونشوف كمان كيف بنعملهم. كل الوصفات هلا اللي انا حضرتها قبل كلها بدها وقت، يعني الكب كيكس كمان اذا بدنا نعمله هلا ونحطه ما رح نقدر نقدمه بعدين، واذا قدمناه بيكون سخن ما فينا نحط عليه الفروستينج المعموله من الجبنه اللي عملناها كمان قبل بشوي وشفتوها، فهلا كمان رح يكون اسهل علي بس المفروض علي نرجع نفسر كل شيء من جديد. اول شيء خلوني اشرح نتفه صغيره لانه بدي شيلها عن النار لهالكولي اوفريز او كريم الفريز، او خلينا نقول مش كريم باردون، صلصه الفريز او صلصه الستروبري او الفراغولا. شو عملت انا؟ حطيت 300 جرام من الفريز مقطعين مع ملعقتين ونص كبار من السكر وثلاث ملاعق كبار من المي، يعني مي وسكر وفريز. اوكي فينا اكيد نطعمهم بطعمات مختلفه، في كثير كمان من الشيفيه ومن الاشخاص ومن المدامات ومن الامهات بيطعمون بانواع من الالكول، شوي صغيره من هون على طعمه البيلس، شوي صغيره على طعمه الفودكا اللي بدكم، يما في عندي انا اي مشكله. هلا عم تشوفوا كمان عم تكتبوا قدامكم، هيدي هي ها صلصه الفريز. انا بدي بردها، بدي اياها بارده او بدي اياها سخنه حسب وصفات بقدمها بارده وصفات بقدمها سخنه اللي بدكم اياه. انا رح احطها هون تا انا هيك يصير عندي كمان مجال اكثر تا اقدر اشتغل على الغاز. هون شرحنا عنا بتغلي حوالي العشر دقائق من بعد الغليان. شو بدنا نعمل؟ اكيد بتضل شقف بقلبها، في اشخاص بيحبوا يستعملوا صوص الفريز وشقف فريز بقلبها، انا ما عملت هيك، انا رحت حطيتهم كمان بهالميكسر وجيت هرسناهم كلهم سوا، كما انه اذا عندنا الروبول صغير فينا نحط كمان بقلب الطنجره رت تخلص بصير عندنا هالصلصه الفريز اللي فينا نستعملها لكثير انواع من الدسير، كما انه فينا نحطها بقلب كمان اكواب لوحدها بس تبرد، فينا نزينها بانواع من الكريمات ان كان كمان بكريمه كمان الفروستنج اللي عملناها هلا اللي هي الجبنه، حطينا معها الكريم كمان فريش وحطينا معها سكر البودره رح نرجع نشرح عنها. طيب لكن خلصنا هلا من صلصه الفريز يا شيف شادي، انتقل تنحط على النار الفوج او مربعات الشوكولا يلي ممكن يكونوا بلون ابيض يعني بالشوكولا ابيض، ممكن كمان يكونوا حمر يعني فينا نحط بالشوكولا الابيض ملونات، يعني انا عندي التلوين الاحمر اذا بدكم او شيء من هالنوع، او بيحطوا بقلبهم من انواع المربيات. يعني نحن اليوم فينا نعمل هالمربعات الشوكولا ونقدمهم بطعمات مختلفه، وكمان بيختلفوا باستعمال او شو بنحط بقلبهم من انواع المكسرات. مثلا انا حطيت اليوم زبيب، فيكم تحطوا جوز لوز فستق حلبي اللي بدكم اياه. خلونا مع بعض نشوف كيف بدنا نعملها. يلا يا شيف شادي هون، وين طنجره؟ هون طنجره. يلا رح اجي انا. اوكي طلعوا كيف هون انا عندي هال 400 جرام من الحليب المحلى المكثف، فينا كمان نحط نحن من الحليب العادي مع السكر، رح نحطهم كلهم سوا كمان هون، طلعوا كيف؟ ونجي بدنا نحط عليهم اذا كانوا 400 جرام بدنا نحط عليهم حوالي نص كيلو من الشوكولا، يعني نقطع من الشوكولا، انا جبت كمان معي نص كيلو، طلعوا كيف؟ يعني بكفي نعمل هيك يعني حتى ندوم بقلب بعضهم، طلعوا كيف؟ كسرناهم، هيدا هون هالشوكولا الاسود، فيكون كمان ابيض، فيكون كمان شوكولا على بندق اللي بدكم اياه، ما بدنا نكثر حكي، مهم انه قدرنا فهمنا على بعضنا. وبنروح على حوالي ال 75 جرام من الزبده،
هودي كلهم فوق بعضهم، يعني هيدي اهين وصفه بالعالم عم سهلكم اياها على الاخر على الاخر. بولع تحتهم يا شيف شادي وبجي بدي ضيف عليهم مثلا، جاي على بيكم تضيفوا اي نوع من المكسرات، انا قررت اني احط فيهم الزبيب، هودي الزبيب فيني احطهم بقلبهم وفيني كمان رشهم على وجهن انا، بس اجي بدي احطهم بقلب الصينيه. هودي الزبيب طلعوا كيف حوالي 20 جرام من الزبيب. يلا يا شيف شادي هلا هون خلينا نحط الزبيب هون ونجيب ملعقه خشبيه ونجي نبلش نحركه. انا نار خفيفة اكيد لانه بتلزق عنا كمان، نار خفيفة يا شيف شادي، نزل نزل شوي صغيرة هون، عمالكم شوي، يلا يلا خففها على الاخر لانه عنا وقت. انا اليوم ما راح اقدمهم قدامكم، يعني راح تشوفوها هيدي كيف خلصت، كيف سكبناها بالصينية، وبكره اذا قدرات كمان فينا نقطعها، بس انا كمان عامل وحدة كمان من قبل اللي حضرني باول خمس دقائق باول اطلال اليوم، عملنا صينية راح نقطعها بعد شوي صغيرة وراح تشوفوا كيف بنقدمها. ناقصة بعد انه نطعمها بنكهات. انا راح استعمل فانيليا اليوم، انتم فيكم تستعملوا اي نوع من برش حامض، برش برتقال، انواع من الالكول، الفانيليا او الستيك، شو اسمه الستيك تبع الفانيليا اللي بدكم اياه، او في هلا صار عندنا طعمات بنلاقيهم بالسوبر ماركت على طعمه اللوز او على طعمه الجوز او على طعمه الفستق الحلبي اللي بدكم اياه. لكن هيدي هون ركبناها على النار. البانا كوتا الكريم كويت، بس بدنا نعمل بانا كوتا يا شيف شادي بالبيت اللي فرجيتني اياهم قبل بشوي صغيري هلا، اللي فينا نقدمهم بقلب كاسات مثل الكاستر او الجيلو او غيرها، وفينا كمان نقلبهم، نقلبهم يعني راسا على عقب. هلا بتشوفوا كمان كيف انا اذا نجحت معي، بس رح تنجح على الاكيد، انه انا كيف بدي اقلبها هلا. هلا ليش انا عم اقول، ليش عم اقول ان شاء الله تنجح معي؟ لانه اقل شيء انا بس اعمل الكريم كويت او البانا كوتا اني خليها بالبراد خمس ساعات وست ساعات، هودي ما قعدوا بالبراد ساعة. سو مشان هيك بيكونوا بعدهم شوي صغيرة، اوكي؟ ما بدي اقول نيين بقلبهم بس لينين، يعني بيكونوا بعد ما كمشوا على بعضهم او الجيلاتين بعد ما كمشهم بطريقة كمان سريعة، سو إذا بدنا نقلبهم ممكن كمان يفرطوا معنا، رح نجرب كمان بعد شوي. يلا يا شيف شادي، بسرعة. اللي رح أعمله رح أعمله بهيدي الكاسرول هيك، رح أجيب 2.5 كوب من الكريم فريش او كريمة الحلواني، هذا كمان كوب يا شادي هيك طلعوا كيف، كوب واحد، وهيدا كمان هون كوب تاني، وقلنا النص ما هيك كوب تاني هون، وهيدا كمان نص كوب على القد، ها وهيدا نص كوب، لكن صار عنا 2.5 من الكريم. بنفس الكوب انا حتى ما اروح وسخ كوب تاني راح احط ربع كوب من الحليب، هيدا حليب راح احط ربع كوب انا شايفهم قدامي. بهالربع كوب من الحليب اول شيء خلوني قبل ما نحكي شو بدنا نحط بالحليب، خلوني ولع النار تحت الكريم، ها ولع النار تحت الكريم، كمان ما راح خلي انه كمان تكون قويه طريقه هيك، راح احط فيها كمان الفوي وراح نحرك. هلا بدنا نضيف السكر هون، بس قبل اضافه السكر خلونا نحكي على هالربع كوب من الحليب، لكن هون عندي ربع كوب من الحليب حتى ما نضيع، وحطينا بقلب الكاسرول 2.5 كوب يعني حوالي 600 ملي لتر من الكريم فريش. شو بحط هون؟ بدنا نحط هون حوالي يعني بين 7 و10 جرامات من اوراق الجيلاتين، او اذا مش اوراق بيكون عندنا جيلاتين مثل المربى فينا كمان نستعمله، مثل المربى بيجي الجيلاتين فينا كمان ندوبه بقلب الحليب. اللي راح اعمله انا راح اخذ 4 اوراق ورقه، 2 3 هودي الاوراق بنلاقيهم بالسوبر ماركت، 4 اوراق. ليش 4؟ لانه كل ورقه بتعمل لي حوالي 2 جرام، 2 جرام ضرب 4 بيعملوا لي 8 جرام، اوكي؟ من اوراق الجيلاتين، راح اكسرهم هيك شوي صغيره وراح احطهم انا وين؟ بقلب الحليب. هلا فينا ما نحطهم بقلب الحليب، يعني فينا هلا تقولوا لي شادي نحن فينا نحط نحن دغري الجيلاتين مع الحليب دغري بقلب الكريم، فينا. فينا بس هون افضل، هون بنكون نحن كنا اكثر واثقين انه الجيلاتين خلص ذاب، الجيلاتين رخي اوكي بطريقه حلوه حتى ما يضل هيك شقف منه بقلب كمان الكريم او الباناكوتا. طيب رح ارجع لهون هيك، قلنا بدنا من السكر، انا عندي كوب هون، وين السكر يا شيف شادي؟ ورانا، رح نروح نجيب السكر ورح ناخذ نص كوب من السكر. عم نكتب قدامنا الوصفه اكيد، بس انا رح ارجع عيدها.
ده كان 2 كوب ونص من الكريم فريش معهم نص كوب من السكر. ها هذا يا شيف شادي نص كوب من السكر وين بنحطهم؟ على النار. طلعوا ها هيدا على النار بنحرك نقص بعد شوي صغيره من الفانيلا عليهم بعد شوي او رشه كمان من الملح كما انه هون كمان بعدنا كمان ناقص على كمان الشوكولا والزبده اللي عم ندوبهم مع الكريم او مع الحليب المكثف المحلى. كتبنا كل شيء قدامنا نشيل السكر على جنب وصرنا نوعا ما بحاله جيده. خلينا هون بعد ان الحليب اوكي رح نرجع نعيد عم نعمل لكن هل الكريم كويت او هالباناكوتا. الباناكوتا ممكن تكون مطعمه يعني فينا نعملها على طعمه الكيوي على طعمه الفريز على طعمه الموز على طعمه الستروبري على طعمه الفريز الستروبري على طعمه مثلا نقول التوت على طعمه شو بدكم بعد اورنج بدكم اياه اي طعمه بدكم. كيف؟ بنجيب قطع ساعتها من الفريز مقطعين بنكبهم بقلبها فريز طق بقلبها موز بقلبها تفاح بقلبها شو ما بدكم. او فيكم تكونوا عاملين كمان الصلصه تبع اي نوع من الفواكه ان كانت طازه او في هلا صلصات ما بيكونوا طازه بيكونوا موجودين بقلب كمان علب فينا كمان نستعملهم ونحطهم بقلب كمان هالكريم اللي عم تغلي مع السكر ويصير عندنا كريم كويت على طعمه الفريز على طعمه الموز على طعمه التفاح اللي بدكم اياه. انا اليوم رح اعملها عادي رح اسكبها بكاسات انا هون ليكوا كيف كمان عامل كاسات صغار حلوين طلعوا شو حلوين فيني كمان اسكبهم بهالكاسات هيك وكل واحد هيك بيطلع له كاسة صغيرة حلوة من بعد كمان الغداء أو العشاء وحطيت بقلب الكاسة من قطع من الفريز. انتو فيكم تعملوها مع قطع من الموز أورنج كيوي مانجو أفوكا اللي بدكم. أما هون نعمل كمان الفوج كمان هل مع الشوكولا مع الزبدة. أول شيء حطينا برجع بعيد 400 جرام من الحليب المكثف المحلى مع 500 جرام من الشوكولا مع 75 جرام او كمان فينا نحط 100 جرام من الزبده بقلبها وعم نحرك كل شيء هون هيك وحطيت بقلبهم 20 جرام من الزبيب تطعمهم على طعمه الزبيب. وبدي اذكر مشان الكريم كويت على جنب غير ال 2 كوب ونص من الكريم مع نص كوب من السكر اللي حطيناهم على النار رح يغلوا بعد شوي انا عندي على جنب طلعوا بلشوا كمان يدوبوا عندي طلعوا هون بلشوا يدوبوا عندي وراء الجيلاتين شفتون بلشوا طلعوا كيف يا سلام يا سلام وبعد شوي بسكبهم فوقهم وبنزيد لهم شوية فانيليا. وصفتين بعقدوا بجنن. هلا انا عندي الزبده قدامي، عندي الصينيه وراي. هالصينيه بدي اسكب فيها انا كمان الشوكولا. طلعوا كيف؟ رح اجي ادهنها هالصينيه كلها بالزبده حتى بعدين بس بدي اقبع كمان مربعات الشوكولا ينقبعوا معي لانه اذا ما حطيت زبده رح يلزقوا، اوكي؟ وفيني احط كمان ورقه زبده او فيني رش بكمان السبراي الزبدة طلعوا شو راح يصير. ها هاي الزبدة صار جاهزة كل شيء جاهز بنحط الزبدة ورا يا شيف شادي من دون أي مشكلة طلعوا شو حلوين واو. طيب قبل ما نطلع بريك عندي وصفة أول شيء خلونا هون يا شيف شادي هيك ياو. عندي وصفة اللي هي الكب كيكس اللي بدنا نعملها اليوم وكمان عملناها قبل عملنا لها الفروستينج بالجبنة أو الكريم فريش المخفوقة مع الجبنة. شو جينا عملنا؟ جبنا 200 جرام من الجبنة البيضاء قابلة للدهن خلطناها هالجبنة مع حوالي 3 ارباع الكوب إلا شوي يعني فينا نقول نص كوب وملعقتين من الكريم فريش وحوالي كمان شي 3-4 ملاعق كبار من السكر البودرة حطيناهم مع بعضهم خفقناهم أكيد الكريمة بتخفق بتنخلط مع الجبنة صار عندنا هالفروستنج بالجبنة ممكن نطعمها بأي نوع كاكاو أو غيره مثلا تطلع فروستنج على كاكاو أو فروستنج على شوكولا. طيب هالفروستنج بدنا نزين فيه شو؟ الكب كيكس. كيف بينعملوا الكب كيكس أو نوع الكب كيكس بدي أعمله اليوم كيف الشيف شادي صنعهم؟ خلينا نحرك هون آخر تحريكي طلعوا كيف هون يا شيف شادي واو شوكولا بلش كمان يدوب طلعوا كيف هالقطع من واو كمان هون الكريم فريش بسرعه يا شيف شادي لهون حتى ما ازعجكم بس ترجعوا لعندي منبلش. كوب واحد من الطحين بسرعه كوب وربع يعني كوب او كوب وربع من السكر البودره حسب انتم شو بتحبوا يكون الكب كيكس حلو ولا مش حلو سكر بودره يا شيف شادي يعني كوب من الطحين مع كوب وشوي من السكر البودره
نروح على الحليب، عندي نص كوب. يا سلام، عندي حوالي كمان 100 جرام من الزبده او 110 جرامات من الزبده، عندي نتفه صغيره من الخل، بيضه. يا سلام، هيدي البيضه هون، واكيد بيكنج باودر، فانيلا، وراح نحط كمان من البيكربونات، وراح نجي نخفقهم. بس ترجعوا لعندي راح يكون نوعا ما كل شيء جاهز. بس قبل ما تروحوا بليز، لانه هون بلش تغلي عندي الكريم، راح سقط الحليب مع الجيلاتين. ناطركم بعد 3 دقائق. رولا وينك؟ سهلة لك يا أهلا وسهلا، لك يا أهلا وسهلا، ملحتيلي الكريم فريش، قصدي البانا كوتا. سوري؟ إيه إنه قصدي اللي حليت الموضوع. مظبوط، برافو. شو زنخ؟ بس أنا خلص يعني هلا مرتاحة ورضيانة عليك لأنه عبيت. أوكي، أول شيء خليني أحيي المشاهدين من جديد، يا سلام هون شو عم بيصير عندنا، أشياء كمان حلوة بتعقد، اللي رح أعمل رح أطفي أنا هون يا شيف شادي هيك بسرعة، ورح أطفي هون، طفينا كل شيء. برافو. نرجع بنعيد هون يا رولا بسرعة فائقة، اللي عملته أنا هون، عم نعمل كمان هالمربعات الشوكولا اللي أكلناها منه قبل شوي صغير. طلعي كمان هلا هون، طلعي كمان هلا هون، جمدوا شوي صغير، طلعي شو حلوين. واو، كثير طيبين. رح احطهم هون كمان، فينا نعملهم على طعمات مختلفه. اللي انا عملته هو الحليب المكثف المحلى مع الشوكولا، وضفنا عليهم كمان من الزبده، حطينا كمان شوكولا وحليب، شو اسمه، حليب مكثف المحلى، وحطينا زبده، وحطينا هلا شويه فانيليا بعدين، ومثل الشوكولا وحليب مكثف ومحلى وزبده وزبيب، نسينا الزبيب. اوكي، ليكو شو بدنا نعمل؟ وين عندنا الصينيه؟ صينيه صغيره كوينا هون. اوكي، نجي لهون على الصينيه هيك. هلا عم نرجع نعيد هيدي. واو، اي عم نرجع بنعيدها، بنحطهم هون كلهم سوا هيك يا شيف شادي. واو، اذا بدكم كمان شو بنعمل؟ مشان نقحط، جاي من كلمه شو؟ فيني انا قحط. برافو عليك كمان. قحطة. هودي كلهم سوا هيك ها؟ وبنجي لهون، بنجي نحن. عادي عادي انا بشيل. لا لا سخنه سخنه. لا انا بشيل. لا طلعوا هون كيف؟ نجي من دقة شوي صغيرة، من دقة دقة من دقة شوي صغيرة هون، ناخذهم بهالطريقة هيك، فينا نخليهم كمان حوالي، طلعوا كيف؟ مش أكثر من سنتي، وإذا فيكم كمان، فيكم كمان تتبردون بسرعة، فينا نعملهم أكثر بعد، وعلى بكرة أكيد رح نقطعهم، وبعد بكرة طلعوا شو حلوين، كيفهم؟ طيبين ولا مش طيبين؟ طلعوا كيف؟ تفضلي هيدي هون بدها لحستين، وحدة من قدام وحدة من ورا، طلعوا كيف هيك؟ يلا، وهلا الشوكولا صار بيعقد. شو بعمل انا هلا بالشوكولا اللي هون؟ بحطهم برات البراد حوالي الساعة، صح، بنطر بعدين بحطهم برات حوالي 10 ساعات 12 ساعة، وبرجع بعدين. طيبين يا رولا، يعطيك ألف عافية، خليكي هيك بتعرفي؟ حبيت الموضوع. اوكي، ومنقطعهم بعدين رح تشوفون هلا كيف. بدي منك شغلة اعملي معروف. لا بوقفيني اوثق فيكي بالخاص. اوكي، اللي بدي اعمله انا هلا رح نعمل شغلتين بسرعة. وحدي اول شيء خلصنا هونيك نحن من الفج على الشوكليت ومدري شو عملناهم وهولي خلصنا منهم. اوكي، صح. هلا بدنا نعمل شغله هلا هون اللي هي نسكب الكريم كويت. حلو عليك. اوكي اوكي، الفج 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 فج الفج. اوكي، اه فج مش اه يو اه فج. اوكي، لكن الفج على الشوكليت. اوكي طيب، هلا بدنا نسكب شو؟ البانا كوتا او الكريم كويت. الكريم كويت اللي بدنا نسكبها كيف عملناها؟ بس قبل ما نسكبها كيف عملناها؟ حطينا نحن 2 كوب ونص من الكريمه، غليناهم مع نص حقوق ونص كوب من السكر، بس غليو كنا على جنب، حاطين 4 اوراق او 7-8 جرامات من الجيلاتين او اوراق الجيلاتين مع ربع كوب من الحليب. صح، سكبناهم عليهم، غليناهم مع بعض، دابوا الجيلاتينات كلهم سوا، جينا طعمناهم، فيك تطعميهم بشو ما بدك، انا حطيت الفانيليا بقلبهم وصاروا جاهزين هلا. وين بدنا نسكبهم؟ بقلب الكبيات. شغلة مين هيدي؟ يلا تفضلي لعندي اذا بتريدي هون. نعم. ها، انا بدي منك هلا هيك الكريم. صح، نجي لك كيف عم نسكبهم هون. بدك انا اسكبهم؟ واو، طلعي كيف عم نسكبهم بهالطريقه. اوكي، يلا. اهتميتي بالمقادير يا رولا انت؟ طبعا. اوكي، عم تقول ابدا ما اهتميت؟ لا بالعكس. طب رجعي قاعدين يا شاطره يا حلوه. لا انا مش مهم ان يكون حفظتهم، انا برجع يعني بس بدي اعمل الطبخه برجع بعيد الحلقه. علينا المشاهدين عم يقولوا لنا مش عم نفهم عليك ابدا. ليه قبل انا حق عليك عم يشوفوك انت عم تستهتري بالموضوع. لا ابدا، فهم يستهترون بالموضوع. كلا لا تستهتروا، لانني انا اريد ان لا تستهتروا، لانني اريد ان اكل. كلا بلا، رجعي. لا مستهتره ما بقعد في اكل ما بين. اوكي يلا سكبيهم حلوين. لا شو حطينا الفريز، فيك تحطي كيوي بحلهم او شيء من هالنوع، ما تعبيهم كثير لفوق لفوق لفوق، بلا بلا بلا، لا شوي صغير. يا سلام، هون
بدنا نخليهم او نحطهم برات البراد تيبردوا شي ساعة، بعدين بنحطهم بالبراد شي 4-5 ساعات وبيصيروا جاهزين للاكل، ونحن محضرينهم كمان على جنب. ليكي هون، ليكو هون، يا لطيف، ليكو هون. افتحي تمك. طيبة. هلا انا يعني الله. طيب ادغري هون لرين بلعب المجلى. اوكي بدي اقول شغله، انه عملنا هيدي هالخلطه او هالصوص من الفريز، من شو؟ من الفريز مع شويه مي وشويه سكر بقلبهم. يعني جينا حطينا ملعقتين ثلاثه من السكر. انتبهوا مرات كثير بيكون الفريز هو في سكر كثير، ما بنحط هالقد سكر، حطوا اقل. اوكي، ومرات بيكون في كثير مي، بيكون بالموسم تبعوله غير هلا، ساعتها مش بحاجه لهالميات كلهم سوا. انتم رجلجوا حالكم، ومن بعد ما نخلطهم مع بعضهم او قصدي نغليهم مع بعضهم بنطحنهم كلهم سوا، بيصير عندنا هالكولي بتطلع هيدا بيرفكت. لكن انا هلا عندي هون شغله كمان بدي اعملها بعد ما خلصني هالكب كيكس. لا بعد هون هون هيك حلو. جينا هون على الكب كيكس، ناقصها بعد غير انه حطينا كوب من الطحين، غير انه حطينا كوب وربع من السكر البودره، غير انه حطينا نص كوب من الحليب، اكيد رولا ما فهمت ولا شيء من هون، حطينا بعدين شوي صغيره من الخل الابيض، حطينا ملعقه صغيره من البيكنج باودر، وملعقه كمان صغيره او نص ملعقه صغيره من البيكربونات، رش من الفانيليا بقلبهم، وهلا فينا نعمل كذا شغله. انا هلا هون عم بخلطهم، رح فرجيكم اياهم كيف اوضاعهم. كيف هلا صرنا هون منيح؟ تمام؟ لقي اوضاعهم كيف؟ خلينا نشوف الخلطه كيفيه، ونحن الخلطه هلا فينا نقدمها مثل ما هي. ها هيدي الخلطه، خليني هون اطلع طلع، هيدي الخلطه شفتوها؟ هيدي فينا نقدمها مثل ما هي، وهون صار جاهز عندي خلطه الكب كيكس. بس انا ما راح اعمل هيك، اللي راح اعمله هو التالي، انه انا فيني اعطي افكار كثيره، منها اني احط ملعقه من الكاكاو بقلبها. طلعوا صار عندي اياها على طعمة الكاكاو. فيني روح على الملونات اللي عندي، او ملونات انا طبيعيه فيكم كمان، او ملونات اصطناعيه بس فيكم كمان تاكلوها، نحط شوي صغيره كم نقطه كمان بقلبها. طلعوا كيف. وفيكم كمان تحطوا اي نوع من انواع الصلصات مثل ما حكيت قبل، يعني هاي صلصه الفريز بس تكون بارده، فيني احط ملعقه كمان بقلبها. يلا يا شادي هون، وهلا بجي بخلطهم، ممكن كاكاو، ممكن ملونات، ممكن اطعمه او كمان ملونات طبيعيه، يعني اشياء بتعطيني الوان. وهلا هون صرنا جاهزين. يا سلام يا شيف شادي. وهلا الخلطه صارت جاهزه، بيجي انا بشيل هيك، وهيدي خلطه الكب كيك جاهزه. كيف الوضع يا رولا عندك؟ روعه عن جد. طلعوا هون كيف صاري، بيجي انا بخلط. واو. وهون عندك بعد هلا لك جلادي بعد شوي. يلا شو انت اكلتي على القليل، اشتغلي قد ما اكلتي. واو طلعوا كيف هون. هلا بدي اقول شغله، انا هون صار عندي هلا الخلطه، طلعوا هيدي الخلطه. هيدي خلطه هي الكب كيكس، وين فيني احطهم؟ ماشي معي بال فيني احطهم انا ديركت. انا هون لك هلا موسخين شوي، ليش؟ لانه انا طبخت فيهم قبل بشوي وتركتهم، ما في اي مشكله، فيك ترشيهم بالسبراي الزبده وتسكبي بقلبهم. فيكي كمان نحط من هودي الاوراق الحلوين. هول الاوراق طيب هلا بيقولوا المشاهدين ما بيلزقوا، بلا بيلزقوا، بس شو بيصير بس يستويوا؟ بطلع انا لهون، طلعوا ها شفتوا هيدي هون الورقة ها، بس ها برجع بيقبعوا. شفتوا شو حلوين؟ هودي الكب كيكس. بنرجع كمان اذا كانوا صغار، طلعي كمان اذا كانوا صغار فينا كمان ها عليك شوي، مش مستعجله عليك يعني. لا بس لانه حدت الكفوف مش عم بقدر اكمشهم. فهموا عليك عمالك شوي. لا 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 كمشي، تعال كمشي كمشي انت. ايه يلا كمشي اوكي. انا رح كمان هون رح احاول كمان ها. لك هلا هون فتحت معي، طلعوا كمان صغار بيفتحوا بعقدوا بجنن، وهذه هي الورقه اللي هم بيلزقوا. لا بتنشتري دغري، بس انه مشان يشوفون المشاهدين، اكيد المشاهدين صاروا بيعرفوا هذا الموضوع. وفينا دغري نسكب، نحن فينا نعمل هيك هلا ها، ونجي عم يقولوا لي هلا انه كيف فينا نسكبهم بطريقه تكون سهله وسريعه. بالهيدا برافو عليك، يعني فيك تجيبي انت الساك ابوش وتعبي لك ساك ابوش وتروحي بعدين تانك 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 هيك من دون انت ما توسخي شيء. مزبوط. وفينا كمان نعمل شغله يا شطوره، نجي نعمل هيك نحن هلا مشان نسرع شوي صغيره. حطي لي هيدا هون كي بليز. ايه روح يلا فينا نعمل هيك اوكي، يعني فينا نجي نشتغلهم بهالطريقه. لا ما راح اشتغلهم، بس اعطيت انا الفكره. طلعوا كيف هون، ونجي نعبيهم كمان كلهم سوا. ما راح اطبخهم انا اليوم، فيني اطبخهم كمان انا بكره اذا بدك. عم تفهم علي؟ مين بكره؟ جوزيف؟ ايه اوكي ما بعرف مين، ان شاء الله ما يكون جوزيف.
بلا بلا رح كبهم بالزباله. طيب طلعكي وفينا كمان نعبي هون بطريقه كمان سريعه بس عبوا الكميه قليله اوكي طلعوا كيف هيك بكفي جريت لكن المشاهدين عرفوا كما انه فينا نستعملهم بهالطريقه كما فينا نستعمل كمان هودي مره ثانيه اذا بدكم او مره ثالثه اللي بدكم اوكي اوكي ما فهمتش عليك. طيب لكن فهمنا هون الخلطه تبع الكب كيك هنرجع بنعبيهم حتى ما ناخذ كثير الوقت نحن من المشاهدين رح اجي انا احطهم هون هيك يا شيف شادي وهون كمان هيك وهودي رح احطهم كمان هون على اليمين. وهلا بدي منك شغله يلا طلعي هون بدك تحطي الفريز فوقهم تنشوفها وفوق عرفتي كيف؟ تنشوف المشاهدين انه فينا نحط عليهم تركي لي هيدي من دون بس وحده؟ من دون، لكن شو رح اعمل؟ رح جيب انا كاسرول صغيره رح احطها قدامي رح ولع تحتها هيدي الكاسرول فيها شوي صغيره من المي بس يسخنوا الميات وينكم هونيك انا طلعوا هيدي الكاسرول فيها شوي من المي بس يسخنوا الميات انا هيدي شو بعمل؟ بغطسها بالمي وبتقبع معي البانا كوتا رح تشوفوا كمان كيف يلا يا شيف شادي ها ولعنا جريت بتعقد اما الفروستنج اللي عملناها يعني خلطنا برجع بعيد الفروستنج خلطنا ال 200 جرام من الجبنه البيضاء القابله للدهن طلعوا ها عم عبيها هلا للفروستنج خلطناها مع حوالي 3 ارباع الكوب من الكريم فريش او اقل بنتفه صغيره وحوالي كمان قلب 3 ملاعق اذا بدكم من السكر كمان البودره صار عنا اياهم بهالطريقه هودي الفروستنج فينا ناكلها لوحدها وفينا نزين فيها كمان الكب كيكس وفينا نزين فيها كمان شو ما بدنا من الحلو فتحت امك طلعي هون شو حلوين فينا كمان نعمل هيك خلص ما ضروري هالقد ما تكتر ما ضروري هالقد تعي لعندي هون شوي صغيره انا رح اعمل لك هون كمان هيك كمان كم وحده طلعي كمان فينا نعمل هيك كيف الموضوع؟ تيني خليني اجرب وحده yeah. بليز بس انت بليز بليز خليني اجرب هاي الصغيره هالصغيره هيك طيب تيني هلا اخذنا الفكره تفضلي اعملي معروف بس مهم نعرف نعمل اوكي الفروستنج مثل ما شايفين وفينا نرجع كمان نلون الفروستنج يعني كمان يكون لونه احمر يكون لونه اصفر يكون لونه اخضر هيدا هون المونت بيانكو مثل جبال لبنان هلا كيف هيك بيضا وتعقد الجو لكن اخذنا برجع بعيد ضل عندي هذا الشغله بدنا نعملها بدنا نقلب شو؟ بدنا نقلب الكريم كويت. طيب خلوني قبل ما نقلب الكريم كويت ان شاء الله تقلب معنا. بدي ارجع عيد بسرعه فائقه لكن حضرنا البانا كوتا حطينا 2 كوب ونص من الكريم فريش يا رولا مع نص كوب من السكر لما غليوا ضفنا لهم هل 4 اوراق من الجيلاتين المخلوطين مع شو؟ لك انت كنت مبهدله من اول ما خلقتي ولا بعدين انه مع العمر يعني هيك بس خلينا تاليها اكيد لالي الجبل اوكي جلسي على الجبل ممكن هيدا كمان على صناعتي انا ايه طلعي كمان هون هيك ممكن هلا هيك واحد مثل قرن البوزه طالع بس انه حلو هيك عرفت علي كيف طلعي شو حلوين وفينا كمان رشم شويه كاكاو عليها من فوق بتعرفي شو رح نعمل؟ تعي 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 حس حالي عم بلعب انا طب هو اصلا هذا الشيء لعب روحي 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 طلعي شو حلوين يا سلام اوكي ضل عندي بس هلا شغلي هلا بنرجع بنعيدهم ضل عنا وقت ضل عنا شغلي نقدم نحن كمان المربعات الشوكولا طلعوا كمان كيف يا شيف شادي بسرعه 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 هون حطهم هيك بالطريقه هون كمان وطلعوا كيف بس تحطوهم انتم بالبرات اكثر وقت تما كمان يجمدوا معنا طلعوا كيف وضعك انت عندك تمام بدك شوي صغيره بعد من الفروستنج ولا خلص والله اذا بتعطيني بتسلى تعي لعندي شوي صغيره هيك يلا شوي صغيره هون وطلعوا كيف شفتوا لكن لازم تسمعوا كلامي وتخلوهم بالبراد لمده كمان اطول تيطلع كمان شغلهم اجمل واجمل اعطيني عندك كمان هلا الستك اب بوش اللي عندك حتى شو حتى طلعي هون حتى نعبي لك اياه من جديد يعني ليك شو مهضومه ايه شرفكم ليك وليك وشو انت مهضومه انت مهضومه طلع ليك 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 شو طلعوا كيف هون تنحط لها كمان بعد شوي صغير مشان تتسلى كمان رولا صغيره اوكي طلع يا رولا لهون هيك لا باقي بس وحدة طبعا ثانكس يا بس هي من اوكي خلونا هون نكفيهم هيك بهالطريقة طيب بسرعة تعملنا نحن الفوج عاد شوكليت ومع زبيب اللي عملناه هو التالي اوكي اللي عملناه هو التالي حطينا الشوكولا اوكي مخلوطين
او حوالي 450 جرام او 500 جرام من الشوكولا مخلوطين مع 400 ملي لتر من الحليب المكثف المحلى. يا سلام يا شيف شادي. وضفنا لهم بعدين كمان من 75 جرام من الزبده. ويا سلام هون هيك. واخر وحده هيك بدك شي حط شي محل عمك. بدنا نشيلها وين بدك حط؟ لا خليها هيك. اوكي عملكم شوي. عندي كمان اخر شغله بدي اعملها. طلعوا شو حلوين هون كمان. حطيهم هونيك اذا بتريدي. طلع هون اخر شغله بدي اعملها هي موضوع البانا كوتا. مشان نقبعها بنحط هيك نحن. طلع كيف نقبع هون. بنبرم هيك كمان على البانا كوتا هيك بهالطريقه. بننزلها شوي صغيره بالمي السخنه. بتقول رح تقبع؟ رح تقبع؟ مي السخنه؟ ما بعرف. واو. بنبرمها هون هيك. بنقول 1 2 3. تا 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 تا. وين الكريم فريز؟ اوكي. او قصدي مش كريم فريز، قصدي صوص الفريز. طلعوا شو حلوين. انا يعني هيدي لغبوصه اكثر من هيك ما في بالحلا.